بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النصر، مساء الفخر، مساء العزة والكرامة. ففي ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، اليوم العظيم اللي قدرت فيه قواتنا المسلحة تعبر جسر الشرف والكرامة وتسترد جزء غالي من أرض مصرنا الحبيبة هي سيناء. تحية وسلام لأول من قام بتنفيذ القرار، لروح السيد الرئيس محمد أنور السادات. تحية وسلام لكل من نفذ القرار، جنودنا في الحدود، جنودنا اللي لحد دلوقتي ولحد اللحظة دي هم واقفين أسود على الحدود، بيحموا حدودنا وبيحموا شرفنا وعرضنا. تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كجندي من جنود القوات المسلحة اللي لحد دلوقتي بيكمل الإنجازات. صدق رسولنا الكريم عندما قال صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جنودا كثيفة. قالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة. صدق رسولنا الكريم. مساء السعادة والعزة والفخر والكرامة على كل الشعب المصري وعلى مشاهدين برنامج طاقة إيجابية. مساء الخير يا شيخ. مساء الخير يا تسنيم، مساء الخير عليكم جميعا. مساء العزة ومساء النصر لكل الشعب المصري. جيشنا الجيش المصري هو خير أجناد الأرض على الحدود. تحية لكل رجال القوات المسلحة الباسلة. تحية كبيرة جدا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيكمل مسيرة النصر والإنجازات الحالية. تحية للناس اللي رفعت رايات النصر لمصر في حرب أكتوبر 73، أبطالنا. تحية ليكم جميعا، وإن شاء الله تبقى حلقة كويسة بإذن الله. في الحقيقة احنا يعني النهاردة حلقة خاصة عن ذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومعانا تقرير وهنشوف بعد التقرير مفاجآت هتعجبكم جدا النهاردة. انتظرونا بعد التقرير. احنا النهاردة لينا عظيم الشرف، يشرفنا النهاردة اللواء أركان حرب محي ينوح، اللواء اللي قام وجسد شخصيته الفنان أحمد عز في فيلم الممر. أهلا بيك يا سيادة اللواء. اهلا وسهلا. اهلا بيك، شرفنا النهارده ببرنامج طاقه ايجابيه. اهلا وسهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وقواتنا المسلحه العزيزه الباسله طيبه، وكل سنه وشعبنا العزيز طيب. كل سنه وحضرتك طيب. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا. يعني انا قاعد مع بطل، يعني انا بصراحه انا يعني ده انا مش بطل ولا حاجه، فخور. لا انا لا انسان بطل. عادي زي لا. اي لا مواطن يعني مصري بيعمل لمصلحه بلده. تسلم تسلم. يعني اسطوره الصاعقه المصريه كما يقال عنها. نبتدي منين الحكايه يا ست اللواء؟ حكايه البطوله. لا حكايه البطوله بدات من والدتي. والدتي هي اللي زرعت فينا روح البطوله وروح الفداء وروح التضحيه. الوالده هي الاساس. انا ليا اخواتي الاثنين برضه ضباط، ليا اخ تاني ضابط صاعقة، ولي أخ ثالث ضابط بحري توفاه الله. فإحنا كانت أمنا اللي زرع فينا الروح الوطنية. أنا بعد كده رحت، أنا كنت طالب في كلية الطب جامعة القاهرة. سبت الطب من أجل القوات المسلحة، من أجل حبي للقوات المسلحة. أنا كنت بلعب في بنعمل تجارب في دورة المغرب في اسكندرية. الكلام ده في أوائل الستينات، في سنة 60 بنعمل تجارب دورة المغرب في اسكندرية. مين كان بيتفرج علينا في هذا الوقت؟ علي شفيق. علي شفيق ده كان مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر. واحنا بتدرب انا كنت بلعب مع واحد من القوات الجوية، فشافني انا هزمته، وبعدين شافني انا يعني كويس على الحلقة. فبعد ما خلصنا نداني قال لي: انت فين؟ قلت له: انا طالب في كلية الطب جامعة القاهرة. قال لي: ايه رأيك ما تدخل كلية حربية؟ انت هتكون مكسب للكلية الحربية وهتلعب باسم القوات المسلحة، واقعد فكر وقول لي. انا قعدت افكر طول الليل، هل استمر في الطب ولا اروح الكلية الحربية؟ استقر رأيي ان انا الكلية الحربية انا عندي، وخدت رأي والدتي بالذات. فقالت لي: شوف انا عاوزة ابن من اولادي، وانا كنت الكبير، يبقى يدافع عن بلدنا. وابن من اولادي يبقى موجود باستمرار في قواتنا المسلحه. ما شاء الله. فرحت تاني يوم للعقيد علي شفيق.
وكلم الفريق فوزي كان مدير الكلية الحربية في هذا الوقت. أكيد. وأنا رحت عملت الكشوفات الطبية وبقعت وجابوا كل ورقي من كلية الطب إلى الكلية الحربية. بعد كده أنا كنت من المتقدمين في الكلية الحربية ما شاء الله. فلما كنت من المتقدمين طلعت على الصاعقة. في الصاعقة أخذت فرقة صاعقة، كان كنا حوالي أكثر من 400 واحد، طلعت الأول عليهم فرقة الصاعقة، اتحجزت مدرس في مدرسة الصاعقة ما شاء الله. بعد ما اتحجزت مدرس في مدرسة الصاعقة بدأنا يعملوا كتيبة 103 صاعقة اللي هي النهاردة بتحارب في سيناء النهاردة. كنت من ضمن مؤسسين هذه الكتيبة، والكتيبة دي طلعت على اليمن، قعدنا في اليمن حوالي سنتين ونص، 3 سنين، جينا من اليمن على 67 اللي لا الجندي ولا المقاتل المصري حارب فيها، نتيجة لعدم وجود الاشتباك الفعلي بين القوات المصرية والقوات. احنا عايزين نتكلم على حرب 67، النكسة 67 او حرب الاستنزاف. عايزين نعرف احساس حضرتك، احنا شفنا الفقرة اللي هي كانت من شوية كانت فقرة السنترال. فاحنا عايزين حضرتك في السنترال، انت كسرت السنترال. طبعا. وده كسر الناس يعني في الحقيقة نفس المشهد ولا كان اكتر من كده؟ لا كان اكتر من كده. كان احساس حضرتك ايه لما جه مشهد احنا شفناه في الفيلم تابعناه وكلنا تابعناه، حضرتك لما موظف السنترال بعد النكسة اللي احنا كنا فيها، موظف السنترال اتكلم حضرتك بطريقه مش كويسه كجندي من القوات المسلحه، حضرتك بقى لا انا حضرتك احكي لنا المشهد بقى من قبل ما تخش السنترال نفسه، يعني وانت داخل على السنترال. انا اقول لك المشهد، المشهد بالزبط. حقيقي المشهد بالظبط. انا كنت في راس العش بعد النصر بتاعنا في راس العش. انا من ضمن الضباط اللي اشتركوا في راس العش، فكان بعد الانتصار بتاعنا فقلت انزل الى المنصوره. أنا ليا كان والدي مهندس زراعي في المنصورة، فنزلت المنصورة وأنا هناك قلت أتصل ببورسعيد أطمنهم عليا وأطمن على وحدتي. فدخلت سنترال، سنترال ده كان عبارة عن 10 أدوار عالي جدا، وتحت فيه عبارة عن بنش كبير جدا عليه 5 6 قاعدين عليه. وفي بعد كده كباين، ما كانش فيه اتصالات زمان، ما كانش عملية اتصالات كانت صعبة. فدخلت سنترال طلبت الايه بورسعيد، قعدت استنيت فتره عشان تيجي بورسعيد، ما جاتش. رحت للراجل تاني قلت له استعجل لي بورسعيد لو سمحت، قال لي طيب اقعد. قعدت، رحت له قلت اقول له انا ضابط، يمكن لما اقول له انا ضابط ممكن يكون يعني يتعاطف معايا شويه يعني. فرحت قلت له انا ضابط وحديت بورسعيد عاوز اطمئن عليها، فلقيته شتم بطريقه غير معقوله. قال لي ضابط ايه وكلمه كده مالهاش لازمه. فاول ما قال لي كده الدم جري في عروقي فشلته. وانا بشيله كده فاللي جنبه قال لي بورسعيد في الكابينه رقم كذا. عشان تروح عشان تروح. فقمت سايبه روح سيبه وروح شوف المكالمه بتاعتك. داخل اتكلم في الكابينه. فدخلت اتكلمت في الكابينه، وبعد ما خلصت طالع لقيت الناس هيصه بالله. هيصة غير معقولة، ضباط ولا مؤاخذة كذا. أقبل أقبل يا ديان، يسقط جمال عبد الناصر، كلام بيقال بطريقة غير معقولة. وبعدين بعد كده لقيت الناس، في بعض الناس بدأوا يتكلموا معاه ويقولوا هذا الكلام. قلت لا أنا لا يمكن أنا كضابط في القوات المسلحة ما اسمحش لنفسي ان انا ابقى ضابط وحاطط نجوم على كتفي وانتمي للقوات المسلحه وواحد يهين القوات المسلحه. كمان حضرتك بنفسك شفت اللي حصل لكم، انتوا اكتر ناس يعني لان احنا كنا على الجبهه. انا محتاج واحد يقف في ظهري ويساندني، مش واحد يقف ضدي. فطبعا لما لقيته بيقول هذا الكلام والناس بعض الناس، فطبعا انا لم اتمالك اعصابي. انا كنت واخد طبعا بطوله الجمهوريه في البوكس وكانت صحتي كويسه من تدريبات الصاعقه وخلافه. المهم قمت بالسنترال واللي في السنترال وكلهم بداوا يجروا وحصل دربكه في السنترال كله، وقفلوا عليا بقى الباب اللي بره. قفلوا الباب وطلبوا الشرطه وطلبوا النجده. انا موجود جوه وكلهم اختفوا.
فلما جت الشرطه والنجده، انا كان من اليمن، قعدت في اليمن فتره، كان معايا عربيه، فقلت لهم انا معايا عربيه الشرطه، قلت لهم انا معايا عربيتي وجاي معاكم. ورحنا على القسم، هم ثلاثة تعوروا من في يعني اثناء الضرب يعني، فراحوا على المستشفى، جت الاسعاف خليتهم على المستشفى، وانا رحت على القسم تحقيقات، استمرت تحقيقات معايا. فطبعا يجيبوا لي والدي، يجيبوا لي مدير الامن، يجيبوا لي، انا كنت متمسك برايي في الاول تمسك شديد جدا. ليه؟ لان النهارده انا ما اقدرش، انا لو اتنازلت عن حق انا الشخصي، طب اتنازل عن حق زملائي؟ اتنازل عن حق رئيس الجمهوريه؟ اتنازل عن حق اللي بيقول اقبل اقبل يا ديان؟ كان ليا صديق في امن الدوله واتذكره حتى الان، اسمه كمال قاسم، فاتصلت بيه قلت له يا كمال حصل كذا 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 وانا موجود في قسم الشرطه. جه وبداوا بقى يحصل نوع من التهدئه للموقف، وطبعا هم بلغوا الاجهزه في القاهره، يعني الاجهزه كلها تبلغت بهذا الموقف. وطبعا حصل بقى الموقف زي ما اتعالج دراميا، وعالجوا المخرج العظيم شريف عرفة طبعا زي ما عالجوا دراميا في الموقف اللي حصل. انا عايزه اتناول بس حاجه في الموضوع ده، يمكن حضرتك ممكن تكون اول مره حد يسالك فيها. زوجة حضرتك، يعني انا نفسي شفت في الفيلم، زوجة حضرتك كانت بتدعمك جدا، وكانت يعني قول لنا كلمه كده عن زوجة حضرتك. لا، الزوجه بتدعمني يعني بشتى الطرق، الزوجه والوالده. المراه المصريه انا بوجه لها تحيه في هذا اليوم، يعني امي كانت بتشجعني، الزوجه كانت بتشجعني النهارده، وبعدين النهارده يعني الزوجه اتحملت كتير جدا. لان احنا كنا الجيش معروفه اصلا، لان احنا كنا بنطلع الجبهه ونقعد بالايام والسنين وفترات كبيره جدا بعيد عن بيوتنا. مين اللي كان بيتحمل؟ الزوجه اللي هو يا فندم، هو الزوجه لحد دلوقتي الزوجه هي المصريه اللي بتتحمل. لو متجوزه ضابط جيش بتتحمل اعباء غيابه طبعاً. لكن كمان حرب استنزاف وحرب 6 اكتوبر، يعني ده ايامها برضو كانت الزوجه المصريه واقفه جنب حضرتك او جنب جنودها، طبعا جنب اي جندي. يعني انت عندك فتره كانت صعبه من اول 67 الى 73 هجرت عندك ثلاث بلاد، الاسماعيليه والسويس وبورسعيد. مين اللي تحمل فيهم؟ الزوجه اللي تحملت، لانها خدت ولادها وراحت، اللي راح المنصوره ولا راح الزقازيق ولا راح في اماكن، وكانوا بيقسموا الرغيف مع بعض، ما اشتكوش، ما حدش اشتكى. ليه؟ لان عندهم هدف، هو تحرير البلد، تحرير الوطن، تحرير سيناء. فالنهارده كان في هدف موجود، فكانت الزوجه والام هي اللي تحملت خلال هو معروف عن ضباط الجيش وعن كلية الحربية انها مصنع الرجال. انا بقول ان اساس مصنع الرجال هي الام. مظبوط، هي اللي هتعمل مصنع الرجال، هي اللي بتشجع الاولاد، هي اللي بتشجعه. يعني النهارده انت كنت في طب ووالده حضرتك قالت لك لا ادخل حربيه، ودخلت اخويا اللي بعدي برضه البحريه، اخويا اللي بعدي الصاعقه. يعني اقصد اقول النهارده ان الام عليها عامل كبير في انها بتزرع الروح الوطنيه والانتماء في اولادها لهذا الوطن. طبعا المراه المصريه هي من تصنع الرجال، المراه المصريه طبعا حاجه عظيمه جدا. احنا بس جدا انا بوجه لها تحيه طبعا. وبعدين النهارده بوجه التحيه خاصه لامهات الشهداء وزوجات طبعاً. الشهداء دول لازم اللي هم النهارده لابد ان احنا نهتم بيهم اهتمام كامل، لازم لان هم دول النهارده اللي بيتحملوا كل حاجه. زوجة الشهيد النهارده هي اللي بتتحمل تربي الاولاد النهارده، الام الشهيد النهارده اللي بتلاقيه ادت قطعه من روحها للبلد، تعتبر ان هي بتربي شهداء تانيين اصلا. يعني فبنوجه التحيه الأولادة. بنوجه التحيه لامهات الشهداء وزوجات الشهداء، تحيه ولجميع الشهداء، سواء من الاستنزاف لاكتوبر، للي موجودين، الشباب اللي بسقط النهارده في سيناء دفاعا عن الوطن ودفاعا عننا واحنا قاعدين في الامن والامان. شرفنا اللي احنا فيه النهارده طبعا. تمام، اكيد. تحيه لجنود على الحدود. طبعا. معانا مداخله تليفونيه جاهزه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. معانا سياده المستشار
عيد العبادي. ايوه يا فندم. منورنا يا فندم برنامج طاقة إيجابية. الله الله انا منورنا ومعانا سيادة اللواء محي نوح النهارده، مشرفنا. سعيد جدا بالمشاركه مع حضرتك في البرنامج الجديد ده اهلا اللي هو طاقه ايجابيه. نشكر حضرتك استاذ التسليم، ونشكر استاذ بلوك في القناه، ونتمنى ان حضرتك تتكلمي عن الكهرباء وعن الصوت يا فندم، الصوت. أولا من مصر إن شاء الله هي تحدث أولا زي ما الصوت يا معالي المستشار، الصوت. سيادة المستشار ممكن حضرتك تتحرك شوية عشان الشبكة بعد إذن حضرتك. كده كويس يا فندم؟ اتفضل. تمام. اتفضل معانا. بقول لحضرتك النهارده بمناسبة احتفالات أكتوبر معانا اللواء محيي نوح بطل الصاعقة. معانا اللواء محيي نوح بطل الصاعقة المصرية. اتفضل. الو. ايوه يا فندم، مع حضرتك. مع حضرتك يا فندم. اتفضل. انا بقول ان مصر ان شاء الله هي في مسيرة الله وفي رباط الى يوم الدين. وندعو جل يكون دنكت. احنا بنعتذر لحضرتك يا فندم، الصوت ما فيش شبكه. بنعتذر لحضرتك، عود الاتصال. اتفضل يا فندم مع حضرتك. انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. احنا بعد ما رحنا اليمن قعدنا فتره في اليمن، ودي كانت فتره عصيبه جدا بالنسبه لنا وبالنسبه للضباط وصف الضباط والجنود، كانت فتره عصيبه لكن تدربنا فيها. انا بالنسبه لي اتدربت فيها واكتسبت خبرات فيها، القتال في الاماكن المبنيه، القتال في الاماكن الجبليه، القتال في الاماكن الصحراويه، في جميع الاماكن. فدي كانت بالنسبه لي خدت خبره فيها، خبره كبيره جدا. احنا بعد الهزيمه على طول بدانا نعيد الثقه تاني في قواتنا المسلحه، وبدانا نكسر الحاجز النفسي اللي بين الجندي المصري والجندي الاسرائيلي. فبدانا نعمل عمليات كثيره جدا بعد الهزيمه على طول، يعني بعدها ما فيش ب 25 يوم تعاملت معركه راس العش، وانا كنت من اللي اشتركوا في هذه المعركة. ثم بعد كده ضرب الطيران يوم 14 و15 يوليو، ثم بعد كده ضرب المدمرة إيلات يوم 21 اكتوبر، ثم بعد كده عملنا عمليات كثيرة جدا. نعم. اللي اشتركتوا في عملية المدمرة؟ لا، احنا اشتركنا مش في اللي ضرب المدمرة إيلات، بتوع البحرية التوربينات الصغيرة. طلعت الصواريخ ضربت المدمره ايلات. احنا كنا بننزل بقى عندنا بدل الغطس ننزل على المدمره وهي غرقانه عشان نجيب منها نطلع بعض الاسرار اللي موجوده في هذه المدمره. لكن اللي ضربها القوات البحريه. بعد كده احنا بدانا نعمل عمليات كثيره جدا. عملنا احنا كمجموعه صغيره عملنا 92 عمليه. بين عمليات إغارة وعمليات كماين وعمليات خلف الخطوط وعمليات في داخل إسرائيل نفسها. ضربنا منطقة بيسان في داخل إسرائيل، ضربنا منطقة سيدوم في داخل إسرائيل، ضربنا منطقة إيلات بالصواريخ. عملنا عمليات كثيرة جدا خلال 92 عملية اللي عملناهم دول. كان نتيجتها إنك رفعت الروح المعنوية لقواتنا المسلحة وخفضت الروح المعنوية للعدوى وعملت فيه خسائر. إحنا انتقمنا للشهيد عبد المنعم رياض اللي استشهد في 9 مارس سنة 69 وانتقمنا له في الأربعين بتاعه، ودي كانت من الحاجات المهمة جدا خلال هذه الفترة. احنا خلال فترة الصغيرة دي كان نتيجتها نتائج عندنا ايه؟ 430 قتيل إسرائيلي، زائد تدمير 17 دبابة إسرائيلية، زائد تدمير 77 مركبة نص جنزير إسرائيلية، زائد الحصول على أول أسير إسرائيلي يعقوب رونيه، زائد بالاضافه الى كده ان احنا دمرنا 4 لودر اسرائيلي. وكنا بنعمل حاجه مهمه جدا، كل فتره معينه صغيره نعمل عمليه على موقع من المواقع الموجوده، 31 نقطه على طول القناه اللي 170 كيلو. كنا كل فتره نعمل يا عمليه اغاره يا عمليه كمين على الافراد اللي بتتحرك بين النقط وبعضها. يعني عملنا عمليات كثيرة جدا خلال هذه الفترة،
وكان لها تأثير كبير جدا في عمليات اكتوبر. لأن الاستنزاف احنا شوف الاستنزاف دي كلها عبارة عن تدريب. استنزاف عملية قوة تدريب. العدو انت بتستنزف قوة العدو وبعدين كمان انك انت اتصالك بالعدو وبتعرف العدو بتاعك وبتعرف اسلوب قتال العدو بتاعك بيبقى من السهل انك انت تيجي في المعركة الكبرى بيبقى من السهل انك انت تواجهه. أنا جاي زارني الرئيس جامعة عبد الناصر لما اتصبت على فكرة. استاذن حضرتك بس استوقفني حاجتين عشان ما نعدهمش. دول بالنسبة لي مهمين جدا. أنا كحد من شباب فأنا فضل. عايز أنا جاي أتعلم من حضرتك النهاردة. اتفضل. أنا يعني حضرتك أنت المعلم بتاعي. اتفضل. كانت أول معركة راس العش. أيوه. صح كده؟ مظبوط. اللي هي اتعمل عليها الممر. مش اتعمل عليها الممر قصدي يعني لا انا كنت هناك وقت في راس العيش وكنت في اجازه من راس العيش. تمام. انا عايز اعرف تفاصيل اول عمليه دي. يعني دي اول عمليه بعد النفسيه كلنا عاملين ازاي ودي اول عمليه احنا رايحين انا والناس الفرقه معايا. يعني انا عايز اعرف تفاصيل الموضوع ده. انا اقول لك تفاصيل الموضوع ده. ال راس العيش دي موجودة عند الكيلو متر 14 في ترقيم القناة. الدبابات اللي وصلت يوم 7 يونيو إلى الأمطرة طلع 14 دبابة عشان تروح تحتل بور فؤاد. فالدبابات ماشية من يوم كلام ده كان يوم 30 يونيو بالليل متحركة من الأمطرة وهي متحركة في منها ملاحات في شمالها القناة فلازم تمشي في خط واحد. فصيلة من الكتيبة 43 صاقة كان بيقودها الرئيس سيد شرقاوي في هذا الوقت. وكان معاهم في هذا التوقيت فتحي عبد الله ثم مجموعة من الضباط الممتازين نادر عبد الله عبد الوهاب الزهيري خليل جمعة خليل حسني سلامة في بعض الناس استشهدوا في هذه المعركة. فأعتقد يوم بقى بالليل لما وصلت الدبابات إلى عند موقع الفصيلة كانت الفصيلة عاملة حفر برملية في الأرض فبدأت تتعامل معها. تعاملت معها حصل خسائر كبيرة جدا في قوات العدو وحصل بعض الخسائر في القوات اللي موجودة عندنا. احنا كنا المجموعة بتاعتنا كانت في الضفة الغربية للقناة لكن هم كانوا في الضفة الشرقية للقناة كانوا موجهين هم اللي موجهين للعدو. المهم عملوا خسائر كثيرة فيه وصل العدو الى كيلومتر 10 وعمل موقع. الموقع ده استمر من سنة 67 حتى سنة 73 كان بيضرب بقى المدنيين في بورسعيد يضرب بعض المدنيين اللي على الطريق. يوم بقى 8/7 انا موجود بقى ودوني انا عشان احط فصيلة. انا كنت قائد سرية وقتها حطيت فصيلة في راس العش وفصيلة في الكاب وفصيلة في التينة. فيوم 8/7 جاي اربع عربيات مجنزرة نص جنزير مع دبابتين جايين عاوزين يعملوا موقع قدام راس العش اللي هي عند علامة الكيلو كام؟ 14. اللي هم وصلوا عند علامة الكيلو كام؟ 10. اذا في 4 كيلو فرق بينكم. فانا قلت للولاد اللي معايا انا هطلع في فنطاس فوق. انا هطلع على الفنطاس ومعايا طقم ار بي جي كان جالنا ار بي جي رقم 7 اختراقه للدرع قوي. خدت الار بي جي طلعت من فوق ضربت اول عربية ولعت خليت الافراد اللي معايا فتحوا النيران على عربيات ولعت الاربع عربيات اصيبت دبابه كانت الذخيره اللي معايا فوق خلصت فنزلت عشان اجيب ذخيره من تحت. نزلت اجيب ذخيره فخدت انا الذخيره وانا بالاربجي بوريك المقاتل المصري وانا بالاربجي وبجري جنب الدبابه الثانيه لفت عشان ترجع الامطره. انا كضابط مصري بجري جنب الدبابه الثانيه كانت القناة في هذا في المكان ده كانت عبارة عن 180 إلى 200 متر يعني عرض القناة. أصبت هذه الدبابة قبل أن تصل إلى الأمطرة بما فيها من مدفع يضرب على
2 3 كيلو وفي مدفع مضاد للطيران فوق، ولكني انا كفرد وهذا موجود على الميديا كفرد اصبت هذه الدبابه. حضرتك كنت بتجري وانا بجري. حضرتك معروف ان حضرتك بطل من ابطال الصعقه معروفه. انا عايزه بقى يعني اقول احساس حضرتك ايه او ايه اللي حصل في 73 بعد 73. في 73 احنا كان لنا مهمه محدده. مهمتنا ان احنا ندمر مواقع البترول اللي موجوده في منطقه الجنوب كلها. اول يوم طلعنا بثلاث طيارات هليكوبتر دمرنا مواقع البترول في منطقه بلعيم. منطقه بلعيم دي في جنوب سيناء. رجعنا تاني بعد ما دمرنا مواقع البترول في موقع بلعيم، رجعنا تاني الى المقر بتاعنا اخذنا القوارب ورحنا عشان ندمر مواقع البترول اللي في شراطيب وفي ابو زنيمه وفي ابو برديس عشان العدو ما يستخدمش البترول اللي موجود يمول بيه سفنه او يمول بيه معداته او دباباته او يسحبه الى داخل اسرائيل. عمليه خلخله دمرنا مواقع البترول اللي في منطقه الجنوب كلها. الثغرة حصلت يوم 16 اكتوبر. فلما حصلت عدوا الاسرائيليين من الدفرسوار، الكلام ده كان يوم 16 اكتوبر، وانتشروا في بعض الجناين اللي موجودة. كانت الصاعقة بتحاربهم في ابو عطوة وبتحاربهم في نفيشة. فجت لنا احنا التعليمات ان احنا نطلع كمجموعة كلنا الى مدينة الاسماعيلية. فطلعنا ابراهيم رفاعي سابنا في منطقه نفيشه، كان بيقودنا الشهيد البطل ابراهيم رفاعي المجموعه، سابنا في منطقه نفيشه ووصل الى قياده الجيش عشان يقول لهم احنا واخدين مهمه من القاهره ان احنا ندمر الكوبري اللي الاسرائيليين عملوه بيعدوا من عليه. فراح ابراهيم رفاعي الى قياده الجيش، فكان هناك الفريق الشاذلي، فقال له لا تطلعوا تجيبوا الاعداد اللي عبرت وتدمروا بعض الدبابات اللي دخلت جوه الضفه الغربيه. فطبعا ابراهيم رفاعي لما جه طلع لنا واحنا ماشيين في طريق سرابيوم، طلع لنا جندي مصري مصري من عربيه مصريه محروقه، قال يا فندم حاسبه العدو عامل لكم كمين قدام. كان المفروض الجندي ده يستخبى. لا انا بوريك الجندي المصري اللي طلع عشان يقولنا حاسبوا يا فندم العدو عامل لكم كمين قدام. فابراهيم رفاعي قال ارجع تاني الى قياده الجيش اغير الطريق. فراح قابل الفريق الشاذلي، الفريق الشاذلي قال له لا تطلعوا من نفس الطريق. فجي واحنا لسه طالعين من نفس الطريق، العدو اللي كان عامل كمين بدا يفتح تشكيله عشان يدخل الى مدينه الاسماعيليه. ابراهيم رفاعي خد مدفع 57 وخد مدفع ار بي جي 7 وطلع فوق، كان في قاعده صواريخ اتنقلت مع قواتنا اللي اتنقلت الى الضفه الشرقيه عشان تساعدها في الضفه الشرقيه. فابراهيم رفاعي خد مدفع ال 57 بطقمه وخد مدفع ار بي جي بطقمه وطلعوا فوق قاعده من فوق واحنا تحت القاعده من تحت. بدانا نقاتل العدو، عملنا تدمير في معظم دبابات العدو، ولكن اكتشفوه العدو اكتشفوا فضربوا عليه، جات له إصابة مباشرة في القلب في يوم 19 اكتوبر 73 والجمعة بتقول الله أكبر، سقط الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي شهيدا في هذا اليوم. مجرد ما نزله لزملائي أخذته طلعت بيه على مكتب مخابرات إسماعيلية، كان هناك ماسك مكتب مخابرات العقيز مازن المشرف وكان ابن خالته هناك احمد حلمي، قلت بقاء لله في شهيد البطل ابراهيم الرفاعي. فعقيد مازن مشرف قال لي تعليمات اللي هو فؤاد منصار انك تتولى القياده بعده. توليت القياده، رحت لقياده الجيش اخد المهمه، فقائد الجيش كان هناك اللواء عم منعم خليل، فقال لي تطلع دلوقتي المظلات عليها هجوم شديد على في جبل مريم، تطلع تحتل قدامهم قدام جبل مريم. طلعت قابلت العميد محمود عبد الله، وكان هناك فوق جبل عاطف منصف، واسماعيل عزمي كان موجود هناك بدون مظلات. رحت تعاونت معاهم واحتليت امامهم وبقينا نتعاون في قتال العدو اللي هو بيعبر من على الكوبري اللي هم بتاع دفرسوار. قعدنا حتى وقف اطلاق النار يوم 22 اكتوبر. لما حصل وقف اطلاق النار
فالناس عندنا بتضرب مبسوطة إن ولكن العدو احنا التزمنا، العدو لم يلتزم، بدأ يتجه الى مدينة السويس، راح مدينة السويس، حصلت معركة السويس يوم 24 اكتوبر اللي اشترك فيها الشعب مع القوات المسلحة مع الشرطة، ولم يستطع العدو ان هو يدخل مدينة السويس. وكل يوم بنحتفل يوم 24 اكتوبر بيوم السويس. ثم بعد كده جت مباحثات الكيلو 101، ثم مفاوضات، بعد كده الرئيس انور السادات راح القدس القى خطاب من اقوى ما يمكن في الكنيسة الاسرائيلي، ثم جت بعد كده اتفاقية كامب ديفيد، ثم اتفاقية سلام، وبدأنا نستلم. انا كنت رحت بقى في جهاز اسمه جهاز الاتصال المنظمة الدولية عشان استلم الارض، بدأت استلم الارض اللي انا اتعورت فيها وحررت فيها، بدأت في استلام الارض، استلمنا ارضنا، ترفع العالم عليها يوم 25 ابريل سنة 82، وخدنا اخر حتة من ارضنا يوم 19 مارس سنة 89 اللي هي طابة، اخدنا ارضنا بالحرب وبالانتصار ثم بالمفاوضات ثم بالتحكيم. لولا الانتصار ما كناش خدنا ارضنا، وهتفضل ارضنا معانا طول ما هي ورانا الجنود ورانا، يعني ربنا حارسنا. مصر خير اجناد الارض فعلا، واحنا بنشكر حضرتك جدا على اللقاء الجميل ده، وانا عن نفسي يعني بصفتي تسنيم عمية انا بشكر حضرتك جدا، هو اهداني انا وزميلي شريف مذكرات اللواء محي نوح دي، يعني اجمل يعني هديه جات لي في حياتي، ومبسوطه جدا ان هي ممكن الهوا بس شويه، مبسوطه جدا ان سياده يعني اللواء عامل لي اهداء. فين الاهداء؟ الاول ده انا الاهداء ده يعني ده وسام وشرف ليا، دي حاجه تبسطني جدا. ربنا يكرمك ميرسي جدا يا سياده اللواء، انتوا الشباب الواعي والناضج والوطني، انتوا الاثنين يا تمسيم ويا شريف. انتوا شباب على مستوى عالي من الوطنيه، واشكركم جدا على هذا الحوار. احنا بنشكر حضرتك جدا جدا وميرسي على الهديه الجميله. شكرا جدا. واقل حاجه نقدر نقدمها لسياده اللواء هي حاجه بسيطه جدا بس عشان تفتكرني. كفايه ان انا شفتكم يا فندم، كفايه ان انا شفتكم. اقل حاجه نقدر نقدمها تعالى يا شريف. اهلا وسهلا. شكرا. شكرا ليك، شكرا ليك. يا ولد لو سمحت. متشكرين متشكرين متشكرين. شكرين. دي اقل حاجه نقدمها لسيادتك سياده اللواء. شكرا جزيلا. شكرا اشكركم. شكرا جزيلا. احنا النهارده بجد وانا اتعلمت من حضرتك حاجات كتير. شكرا جزيلا. شكرا ليك. ربنا يخليك. شكرا لك يا تنسين. شكرا لك يا شريف. ربنا يخليك يا فندم. انتوا من الشباب الوطني العظيم. شكرا لكم. ربنا يخليك وتفضل دايما قدوه لينا ولاولادنا. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا سياده اللواء. شكرا الابطال زي دول هم دول مصدر الطاقه الايجابيه لكل الشباب. الابطال اللي زي دول هم المثل الأعلى والقدوة الحسنة لينا. نطلع تقرير ونرجع لكم مع بطل جديد هنتعلم منه كتير برضو.